مغانينا ذيول الشوق لن ترى حفنة تراب فوقها. نعم أنا شكلي حفظت القصيدة إلا لن ما استفدنا شيء. لن ترى حفنة تراب فوقها إلا وفيها لن ترى. كيفك غسان؟ يا هلا بالنور؟ من أمتى هون؟ لا أنت مجنون نظامي على فكرة. ليش؟ لساتك عم تيجي لهون يا زلمة شباب؟ طب أنا بشو زعجك يعني إذا عم بيجي لهون مثلا؟ لا والله مو زعجني بشي، زعجني إنه رفيقي أهبل، رفيقي مضحوك عليه. ليك على فكرة أنا ما رح أحكي معك شي، مو مشان صفاء بس، ليك يقبرني خضيري لعبالك والله. إيه صلي على النبي. اللهم صلي على الحبيب. منيحة؟ شو غسان؟ ما عم تطلع الصبية؟ كلا. وانا بصراحه شكلي مليت. ها هذا هو الكلام، هيك انت على عيني وراسي. لك اجدب، انت ممثل قد الدنيا والف بنت بتتمناك، لسه قاعد ناطر لي تحت المدرسه؟ لك عيب عليك عيب. هلا هيك يا لؤي، هي اخره العشره؟ عم تمسخر علي؟ لا والله ما عم تمسخر. هيا زان، هيا زان، شو انت من كل عقلك عم تحكي؟ شلون يعني؟ طيب يلا تعا تعا، نحن عند المدرسة الداخلية أنا وغسان. يلا ناطرينك لا تطول. باي باي. شوفي لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا ظالمك غسان، أنا مفكرك بس أنت الأجدر. طلعوا كل رفقاتي جدبان. ليش شو صار؟ شي بعرفني شو صاير معه بالحروف. جاي يزن على كل حال. نستنى. طيب صفصوفة حبيبتي خلص روحي أنت، أنا بدي استنى يزن شوي. إيه بس عوزتك كلمتين. أبو وليد حبيبي. شو حبيبتي؟ لؤي حضرك واقف هون قدام مدرسة البنات. ليش وين شايفة بنات؟ هلا بيطلعوا ما تخاف. صفاء عم تشكي فيني؟ لا جاوبني. طيب رح جاوبك. معقول أنا يكون عندي أمر يا جدبة وأطلع بشوية نجوم؟ صدق أحلاك يوم ما تصدقيني، من قلبي عم حاكيكي. خلي لي قلبك حبيبتي. يلا روحي هلا وبحاكيكي هنا. باي باي. شو مشان القازوزي؟ أبو وليد؟ لا ما في أبو وليد كله يا زلمة، بس أنا على أساس فلساتي بفهم أنا بعجبك. غليظ مو بإيدك حبيبي. أهلا بالنور، شو الوضع؟ منيح. الله يكون اكل بس ما يضل بالجوع. لك شو بده ياكل؟ لا ياكل الجرادين بتكون اكلته. هلا يا حوينتك على القفله يا ابو الحروف. تفضل معلم. هذا اول ريجار هون، ما في شيء من واجبك. هلا انتم عم تجذبوها ولا عم تحكوا جد؟ في حدا بالعالم بينزل بالريجار؟ والله يا معلم الشباب مستغربين فعلا، بس انا ما بقى يعني انا حاسس انه هي البيئه الحقيقيه تبع ابو الحروف. اخي من اخره بدك تنزل ولا خلينا نحن ننزل بقى؟ وليش هيك عم تحكي معي؟ يعني شو بدي احكي معك؟ الزلمه عم يموت تحت وانت عم تناقشني هون. خلاص يا زان روقنا بقى معلم، كرمال نزيل. الله يوفقك، يعني شب مثل الوردة على الآن بالريجار. يلا نزيل كرمالنا. كرمالكم ها، لأنكم شباب مؤدبين. ايوة يعني أنا ماني مؤدب؟ هيك شي حبيبي. أنت أمك داعيت لك اليوم أما تطلع من البيت؟ أنا أمي ميتة. طيب شو رأيك لحقك فيها؟ حاج تنكشني أنت ها؟ لا تنكشني بنوب، أنت خليت شغلة ما عملتها، ركب لي ست علاقة هون على كتفك. خلص روقنا. خلص يا زان روقنا بقى. شو معلم بدك تنزل ولا لا؟ مالي نازل مو سمعانه شو عم يحكي؟ أخي اسمع بدك تنزل؟ ما يعني إن شاء الله عمرك ما تنزل، أنا رح أقول لك كلمتين بس. طبعا. هذا الزلمة اللي تحكي على الآن زلمة عم يكتشف، هلا عم يكتشف اكتشاف في جرس وما بتطلع بالريجارات، هذا الزلمة عالم ذرة، عم يكتشف هذا الاكتشاف ليفيد فيه البلد، إذا ما بدك تفيد البلد لا تنزل، إذا بدك تفيد البلد انزل، وأنا أقول لك شغلة لا تنزل أحسن، بس أنا صار معي اسمك ها، امشوا شباب. خلاص ولا خلاص ما عاد عليك، خلص الزلمة عندي بدك تنزل ما؟ خلص أنا بنزل، اعتذر منه قبل ما تنزل. آسف حبيبي. هاي كل مرة بننساها هاي. خلصنا المصلحة ايمتى؟ الله يهون عليك. يلا زين خلصنا يا اخي. على حالك ها؟ سمي بالله؟ الله ييسر لك. يلا روح. ان شاء الله يطلعوا لنا مصلحة. روح مهونة. لك لا يا زلمة شو صار لك؟ نو ماي جاد نو ماي جاد. أولاً خليكم منطقيين، وثانياً رح أتقلع من شغلي بسببكم، وأخيراً هاتوا 100,000 ليرة بقعد معكم قد ما بدكم. شادي حاجتنا حبيبي، الله يوفقك صرعتني، فينك تروح؟ ايه بروح. شو عليه؟
شادي بس خمس دقايق حبيبي استناني شوي. ليش لوين رايح؟ رايح جيب زيت كاس بدي احرق. اذا بعد لي الخمسه بلاقيك قاعد هون دابحك ولا او منبر ولا ما في داعي تعد. انا بعد جو لجو اي ام دونكي. ايه دونكي لانه قاعد معكم. خبروني شو بيصير. او منبر تبلك. طب لطيف الشاب على فكره. شباب بدنا نبقى عم نستنى هون نحن؟ ليش حبيبي هي مو فكرتك انه نجيب عامل لنطلعه للزلمه؟ لك انا كل عمري بقول عنك بهيمه وتضلحك، لك الله لا يوفقك الحق البوم بيدلك على الخراب. بتعرف ليش بتضلك لاحقني؟ ليش؟ لانك بتحبني. لك روح نبر. طع عمرك ما اغلظك، فعلا لما قال عنك الاستاذ عدنان انك غليظ، انت غليظ ما ظلمك. لك صحيح على سيره عدنان، حدا بيعرف عنه شيء؟ لساته بالكويت؟ مالروف؟ لك ايه سامعك؟ لا تخلي صوتك يوقف، لانه رح نضيع بعض. لك ايه ماشي شو اعمل يعني؟ طيب ليك غني بهالحالة ما منضيع بعض. غني؟ ايه غني. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، وانا يا معيوني عليك ندهولي ويا ما بتكلم، وبخاف من بكرة يجينا يا حبيبي. خلاص غير الغنية ما بحبها. لك شو يا اخي فاتح لك انا ما يطلبه الجمهور هون؟ لك لا مو هيك، بس انا بتنكرز من عبد الحليم ما عاد بعرف اشتغل يعني. بتنكرز عبد الحليم؟ لا تاخذنا. شو بتحب غني لك دخلات؟ غني لي طل الصبح ولك علوش. طيب يا اخي معلش غير غنيه لعلي الديك. معلش يلا يا راسي تكرم عيونك، بس كأنه صوتك بعد شوي يا اخي، معناتها انت ماشي غلط. ها مظبوط، وانت صوتك بقى غني يلا. ايه راح غني لك. طل الصباح ولك علوش سبونا على حصادي بات المنجل والمنكوش والعوني بين زوادي. مظبوط يا اخي. لك يا جماعه انا لازم اروح نام، بكره نتائج الفحص تبع المعهد العالي للفنون المسرحيه. وانت شو حاسس تنجح ولا لا؟ لا والله مالي متفائل. غسان تسمع مني بلا لك قصة هالفن كلياتها مو زبطة معك حبيبي، انت قفلتك تنبر بسوق الهال. والله انا برأيي يا غسان حكي فيه وجهة نظر. ليش نبهتك قلت لك بلا لك يا ليش ما بترد انت؟ هيك الالوان الله يسامحك الساعة اللي فيها نجم على اساس شورت والوانه. طع عمرك ما اغلص. الو كيفك غسان؟ تمام يا هلا، مين معي؟ يو ما عرفت صوتي؟ لا والله ما عرفتك. روح معجبات أياما غسان شبك. أنا صفاء. صفاء اسم حلو. لا عن جد معه حق له أي يحكي اللي قاله عنك. عطيني يا بعده معك صفاء. معي والله رقم صفاء. ألو أي صفاء شو في؟ أي حبيبي ليش قافل موبايلك؟ طافي موبايلي بيكون فدي شحنة. قولي لي في شي بدك شي؟ ضروري أنا أفتل على كل العالم لجيب رقم غسان لحاكيك. لا تخلي قلبي يغلق الله يرضى عليك. طيب حبيبي خلص ما يغلق قلبك، نامي أنت وارتاحي وبخلص بحاكيكي. طيب حبيبي تصبح على خير. طل الصباح ولك عنك شو زرق سبقونا على حصاني. يلا شيتك شيتك سمعنا اختلات يا زلمة. طل الصباح ولك علوش سبقونا. أهلي والله فكرت حالي رح موت هون. الحمد لله على سلامتك. الله فيك شي؟ فيك شي؟ لا كله تمام ما في شي، بس كنت رح اخترق فكر حالي رح موت والله. لك انت شو نزلك لهون؟ لك انا بعدين بقول لك. قصدي خلص طلعني بعدين بقول لك. تعال اقول لك حني. يلا طل الصيف ولا خلاص طل الصيف يا حولك علوش سبقونا لحصادي. يخرب بيتك على الفوضي. طاعوني دخيل عليك. مرحبا
شو نزلها؟ شو نزلها؟ يخرب بيتك يا زلمة، يا زلمة يخرب بيتك على الريحة يا زلمة. لا تقرب، لا تقرب، لا تقرب حبيبي. تعال تقرب، تعال انت خليك تعال. خلاص يا زلمة، الله يعطيك العافية. تعال الله يعطيك العافية حبيبي، حبيبي اعطوها مرة ثانية. كيفكم يا شباب؟ انا ابو العوف. الله يعطيك العافية، الله يعافيك. شو نزلها؟ شو طلعتوا انتوا؟ الحمد لله على السلامة. عن جد حدا بيعمل عملتها؟ أنا مشانكم نزلت لحالي لأشوف شو صار معكم. أنتوا طلعتوا نظامي ولا هيك هيك؟ لك أبو الحروف، لك أنت رجال وقبضاي وبيشد الضهر فيك عن جد. لا لا أبو الحروف صديق رائع جدا، بس صعب يكون شيء ثاني. ولو يا شباب، أنتوا إخواتي. خلص بلا سؤال. أنا عن جد ما بعرف كيف بدي أتشكرك، شكرا كثير لك. حبيبي ولا يهمك، شكرا. بس سؤال مرمي. هلا هاد عالم زرع. بتعرف المثل اللي بيقول لك لا تاكل نفس الماكنه غير من الحمار الافكح؟ حول الله يعطيك الالف عافيه، كمان عذبناك معنا كثير. حبيبي في مثل ثاني كمان بيقول كل ديك عم اسبلته صياح. السلام عليكم. السلام. يعطيك الف عافيه وشكرا لجهودك. بدك ما تواخذنا، بس كله ذي عهد جبار. يعطيك الالف عافيه وكثر خيرك وانقذت حياتي الحقيقه، شكرا كثير. الله يعافي قلبك. بس ما جاوبوني رفقاتك. هلا انت عالم زرع؟ لا والله انا عندي كشك اول قاسي وشرف يعني.